مساحات الميدان الهجومي على اليمين كيليان مبابي، لليسار بليز ماتويدي وانطوان غريزمان، يلعب تحت اوليفيه جيرو باختيارات الناخب الفرنسي ديدييه ديشان. هل حكى الكره من مبابي؟ كيليان مبابي القوة الضاربة الحالية للمنتخب الفرنسي أمام إريك أمران، 61 عام المدرب. مبابي مبابي كرة لجريزمان، يا سلام، ولكن بلاز ماتويدي لم يكن ينتظر هذه الكرة السحرية من أنطوان غريزمان. ضربة مرمى لمنتخب أيسلندا. في بسرعة نقدم أيسلندا كدولة دولة. ترجع لمبابي، يعدي الأول والثاني ويوزع الركنة. استلام لمبابي، مبابي يوزع، جول سامويل أومتيتي بالراس، جابانو بكرة رائعة من كيليان مبابي. الديك الفرنسي يصيح بدري، يصيح بدري. مبابي في اليسار وسط رياس الدار، وسامويل أومتيتي بلمسة راسية يعطي الأسبقية للكاتب الفرنسي داني بنجامان. وهذه كرة بالراس رائعة من جيرو، وأروع من أنيس ألدرسان، رائع جدا ألدرسان، يخرج كرة من الشباك برأسية أوليفيه جيرو. التمهيد، خطورة الهدف الثاني، تصويب غريبة عجيبة، كيليان مبابي سرعة غير عادية والكرة جانبية. يحاول التوزيع والتصدي من راجنار سيغارسن. أربعة دقيقة تاليتين، 2001 باليابان وكذلك 2003 بفرنسا. وهذه كرة كيرزاوا، كرة جول غريبة من بليز ماتويدي، غاب عليه الامتياز. كرة رائعة من كيرزاوا، وبليز ماتويدي وحده بالراس كورتو. بالراجل كرة، لا لا، أوليفيه جيرو. مبابي رابع أكثر اللاعبين مباريات دولية في تاريخ المنتخب الفرنسي. الأول هو ليليان تيرام 142 مباراة دولية. المركز الثاني لتيري أوري 123. الخامس زين الدين زيدان 108 مباراة، ثم باتريك فييرا 107، والبطاقة الصفراء على بايماسون، على بيارسون، عفوا، 1970 1980 1996. منتخبات ويلز، تركيا، روسيا، السويد. غريزمان، غريزمان، وين يا غريزمان وين؟ كرة بعيدة، يفتقد للتركيز نجم اتلتيكو مدريد. كان بامكان المنتخب الفرنسي مضاعفة النتيجة. اوكسبورغ، بليز ماتويدي، التصويب قوية من لاعب اليوفي لكن خارج الإطار. وبالراس يعدي وجه بوجبا، كرة صعبة صعبة، وجول لا أوليفيه جيرو. غريزمان استنى بابي يوزع، وزنت الخطورة الفرنسية. بنجامان يوزع، والهدف الثاني، الهدف الثاني أوليفيه جيرو، 35 هدف، ينفرد بالمركز الثالث لأكبر الهدافين في تاريخ الكرة الفرنسية ب 35 هدف.
وراء ميشيل بلاتيني 41 وتيري أوري 51 ويفك الارتباط مع دافيد تريزيغي. أوليفييه جيرو فرحة جماهيرية فرنسية. بليز ماتويدي كرة صعبة لبافار. بليز ماتويدي وين الكرة؟ هذه الفوارق واضحة وهذه كرة الثالث وين لا كيرزاوا في وغريزمان هذه كرة ذهبية. جول مبابي جول كرة رائعة من زمن العمالقة لأنطوان غريزمان وكيليان مبابي ينال نصيبه وحده ثالث أهداف الديك الفرنسي وأجواء عالمية في المدرجات لستاد دو فرانس.